من قلب دمشق وصفت إعلام النظام بالكاذب والمزور للحقائق والوقائع. إعلامية محسوبة على النظام وفي سجال لها مع أقرانها في مؤتمر عقدته وزارة إعلام النظام لم ترضى أن يتم إسكاتها وتابعت متهمة إعلام النظام بأنه غير وطني. بكتب الصحافة الخارجية لصالح سوريا، بس أنا كنت قاعدة بمكتب فايز الصايغ مرات، قام قال لي رؤساء التحرير بيخافوا، كل واحد رئيس تحرير، معلش لا عفوا بدون هي بوصل صوتي بدون ميكروفون، قال رؤساء التحرير بيخافوا. إذا كان رؤساء التحرير بيخافوا، كل واحد قال بيتصل بالآخر يشوف مكتبه ولا لا، هذا هو مدير وكالة سانة درته. كيف إذا كان بقية الناس؟ إذا كان رئيس التحرير بيخاف، الإعلام بده قلم صادق، لا، الإعلام السوري مانا وطني، لو كان إعلام وطني لما تفجر القضاء السوري، لا، الإعلام دار القضاء، لا، لا، أنتم عم تكذبوا على القتل، أنا ثبتت لكم الرئيس، لا، أنا ما بسمح لكم تثبتوني، ما بسمح لكم مثل الماضي، لا. نحن بمكان محترم نطرح بطريقة لا وأنا أنا مو كل واحد إجى لعندي، كل واحد كان أنتم مالكم محترمين. لا كل واحد صار يدفش ويتعب. كلمة جديدة للضابط العامل في صفوف قوات النظام سهيل الحسن، والذي وصفته وسائل إعلامية روسية بالقائد الأبرز في صفوف ما سمتها بالقوات الصديقة، يكتشف اليوم فجأة أن الهواء والماء ليست من مكرمات السيد الرئيس وليست من منجزات الحركة التصحيحية. نتابع. سيادة العميد، باسم أبناء حلب وأبناء حما، شكرا لكم من القلب وحماكم الله وبالتوفيق. شعبنا عظيم ويخص من أجله كل شيء، وطننا غالي منحنا الهواء ويمنحنا الغذاء ونشرب منه الماء. الله يحميكم سيدي. تابعونا غدا أعصار الشمال هنا حما. إلى إيران، حيث استطاع طالب جامعي الحديث لبضعة دقائق على منصة قاعة الجامعة التي كان فيها القائد بالحرس الثوري الإيراني حسن عباسي، ووجه الطالب كلمات لاذعة للحكومة الإيرانية بسبب دعمها لبشار الأسد، متسائلا عن أموال الشعب الإيراني التي تذهب لميليشيا حزب الله اللبنانية من أجل تأمين طعامهم وشرابهم ولباسهم. ما از احمدی نژاد میگذریم و توانمان را خرج او نمیکنیم، اما کسانی من جمله شما وابستگان نظامی و میلیشیایی و اربابانتان که 8 سال او را تقدیس کردید و نظرتان به او نزدیکتر بود و امروز یک سوی میدان ایستاده و حاشا میکنید، باید جوابگوی خونهای ریخته شده شهدای 88 باشی. همانا تئوری شما، تئوری ترور و وحشت و صدور سلاح و جنگ و حمایت از بشار اسد دیکتاتور و خونریز است. همین تئوری شما بازی کردن با احساسات ملی و مذهبی مردم و دفاع از حرمهای وجود نداشته و حفظ و عزت است. کدام حرم؟ آری تئوری شما دفاع است. تئوری شما، گفتمان شما دفاع از قتل عام‌های فجیع، غیر انسانی، غیر قانونی و غیر شرعی سال 67 است. آری گفتمان شما بالا رفتن از سفارت کشورهاست. تئوری شما خط بودجه مملکت را به حساب حزب الله لبنان می‌ریزد که به اعتراف خود حسن نصرالله سلاح، معاش، خورد و خوراک، حتی لباسهای زیرشان را بودجه مردم ایران تأمین می‌کند. الجيش العقائدي الذي لا يقهر هازم المؤامرة الكونية وجيوش المرتزقة من 81 دولة أو أكثر، ربما 6 سنوات من الحرب ولم تخسر قوات النظام ترتيبها على السلم العربي والعالمي من حيث ترتيب القوة. مؤسسة Global Firepower المتخصصة بالشؤون العسكرية أظهرت أن ما يسمى بالجيش السوري يحتل المرتبة الرابعة على مستوى العرب والمرتبة السادسة
35 عالميا. هذا التقرير أكدت صحته السوريين منوهين إلى أن الجيش السوري هو بالفعل رابع قوة عسكرية ولكن داخل الأراضي السورية. أعلنت وزارة العدل التابعة للنظام أنها صممت برنامجاً يمكن المواطنين من الاستفسار آلياً عن المفقود بعد أن يسجل الطلب في ديوان المفقودين. وأوضحت مصادر في الوزارة أنها تستقبل يومياً طلبات لذوي المفقودين وأن هذا البرنامج يسهم إلى حد كبير في مساعدة المواطنين على معرفة معلومات عن ذويهم المفقودين. يشار إلى أن أعداد المفقودين في سجون النظام وأفرعه الأمنية تقدر بالآلاف إلى جانب أعداد أكبر من المعتقلين. وننتقل إلى أبو علي البيطار، وهو رجل استغل مخلفات الحرب وحولها إلى تحف فنية. البيطار عمد إلى جمع رصاص وقذائف المدفعية والصاروخية وبقايا الأسلحة ليحولها بدوره للوحات فنية وأدوات موسيقية وتحف لاقت إعجاب كل من يشاهدها. وفي ألمانيا نشر الحزب البديل لأجل ألمانيا، حزب اليمين المتطرف، مادة على صفحته الرسمية في الفيسبوك ساخرا من مأساة السوريين، حيث كتب على صورة نشرها الحزب رسالة موجهة للسوريين: إن كنت متعبا من الهروب إلى ألمانيا أو تعاني من الفقر والصدمة فعليك الذهاب إلى بلادك وقضاء إجازتك فيها. عمل جراحي تبناه الطبيب الإيطالي سيرجيو يقوم خلاله بفصل رأس الشاب الروسي فاليري سبيدرينوف الذي يعاني من شلل وضمور عضلي مزمن لوصله بجسد ميت، إذ يتوقع كنيرفو أن يتمكن الشاب الروسي من تحريك جسده الجديد بعد أن عجز عن التحكم بذلك الذي سيستغني عنه قريبا. العملية التي سيشارك فيها نحو 150 طبيب جراح وعالم ستجرى في شهر كانون الأول المقبل، ومن بين هذا الفريق سيكون العالم والباحث السوري قيس أصفري حاضرا بعد سنوات من التحضير لهذا العمل. وسيشارك أصفري ضمن مرحلة الإشراف والتحضير، وهو العالم السوري قيس أصفر نزار أصفري من مواليد عام 1982، مقيم في بريطانيا، وهو حاصل على ماجستير في البيولوجيا التطورية من جامعة أوكسفورد. نال درجة الدكتوراه من جامعة لندن الإمبراطورية ويعمل محاضرا في جامعة كامبريدج. حلقة اليوم انتهت، شكرا جزيلا لكل مشاهدي أورينت وأيضا مستمعي راديو أورينت.